طب دكتور معلش، هنا الجزئية دي هل فيها تشابه ما بينها وما بين أي حد عنده قرحة في المعدة؟ القرحة المعدة بيبقى في الأساس حموضة، ألم جامد، الحرقة الشديدة اللي هي في المنطقة اللي هي من تحت القفص الصدري دي، بيبقى برضو كمان أحيانا بيبقى قيء مسحوب بدم، ده أعراض القرحة. إنما الهضم بيبقى أكتر حكاية الشعور بالامتلاء، أكتر الانتفاخات، التقلصات اللي هي في الجزء العلوي منها.